معظم الحاجات اللي احنا بنعملها في العيادة كأخصائي تركيبات وتجميل أسنان، التركيبات الثابتة اللي هي معمولة من البورسلين الخالص زي مادة الزيركونيوم اللي هي تعتبر مادة قوية جدا تتحمل الضغوط، ودي احنا مخصصها في الغالب للمناطق الخلفية في الفم. في مادة كمان اسمها الإيماكس، ده بتتميز بألوانها الجميلة والبريق العالي فيها، ودي بتخدمنا كتير جدا في عمل الأسنان الأمامية عشان تدي جمال أكتر للأسنان. في كمان التركيب على الزرعات أو الغرسات، وفي طبعا اللي هو الموضة اللي ماشية دلوقتي الناس كلها بتتكلم عن هوليود سمايل وتجميل الابتسامة، ودي من أهم الأعمال اللي بيقوم بها أخصائي التركيبات في الوقت الحالي. مجمع فاليو الطبي، لأنك من قيمة أكبر لدينا.